بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. وثائق سرية في مرآب بايدن تحرج البيت الأبيض، والجمهوريون يتهمون السلطات المعنية بالازدواجية. كيف تنعكس القضية على مستقبله السياسي؟ غروب قبرص، أسراب من الطيور في رقصات متناغمة، روائع الموسيقى الكلاسيكية مع الأوركسترا السيمفونية الجزائرية، غذاء الروح لجمهور وفي. غير مسؤول على الإطلاق، هكذا رأى جو بايدن تعامل دونالد ترامب مع الوثائق السرية المكتشفة لديه. تساءل حين ذاك كيف يمكن أن يحدث ذلك. لم تمر أسابيع حتى حدث ذلك لبايدن نفسه. وثائق سرية وجدت في مركز استخدمه بعد ولاية باراك أوباما، ثم في مرآب بيته. القضية ظلت بعيدة عن الرأي العام إلى أن كشفها الإعلام، فبات الرئيس ومعسكره الديمقراطي في قلب عاصفة سياسية، بعدما جعلوا ترامب ووثائقه في قلب حملاتهم الانتخابية. عبر منصته تروث سوشيال أطل ترامب سائلا: متى سيدهم مكتب التحقيقات الفيدرالية منازل جو بايدن وربما حتى البيت الأبيض؟ بالمزيد من المعلومات، يطالب الجمهوريون متهمين المسؤولين بازدواجية المعايير. قانونيا الصورة بعيدة عن الوضوح. الوثائق سلمها فريق بايدن، والأمور تبدو أقرب إلى كونها تعاطيا متهورا من قبل موظفين. حتى الساعة تبدو الانتقادات محصورة بالجمهوريين، ولكن إذا انسحبت على الديمقراطيين فأن التبعات قد تمتد إلى الانتخابات الرئاسية. أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين: أولا، أي تبعات سياسية وقانونية لقضية الوثائق على جو بايدن؟ وثانيا، هل تؤثر في مشاركته بالانتخابات الرئاسية المقبلة؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف السيد غريغ بالاس، الكاتب والصحفي الاستقصائي، وهو معنا من كاليفورنيا. سيد غريغ، أهلا وسهلا بك معنا. أول ما يعني يسمع الخبر، أول شيء نقوم به هو تذكر قضية ترامب نفسه، لكن هل يجب المقارنة بين القضيتين؟ أين تلتقيان القضيتين وأين تشترك؟ بأي نقاط وأين تختلف أيضا؟ Okay, there's quite a difference because توجد فوارق أساسية في الواقع. فجو بايدن قد صدرت بشأنه وثائق معينة، هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وكان نائب رئيس، ويبدو أنه أبقى على بعض الصناديق إلى جانب سيارته، سيارة الكورفيت العتيقة المشهورة في مرآبه، وقد جرى أخذ بعض الصناديق من البيت الأبيض عندما فاز ترامب عام 2016، وكان على بايدن أن يخلي مكتب نائب الرئيس في واشنطن. لكن هذه الواقعة مختلفة كثيرا عما عرفناه في قصة ترامب. ففي حالة ترامب عرفنا بوجود مجموعة كبيرة من الصناديق التي احتوت كمية هائلة من المعلومات السرية، لكن الأهم هو أنها عندما جرى اكتشافها من لدني الوكالة الوطنية المعنية بالأرشيف، تبين أن ترامب قد أخذ عنوة هذه الوثائق، لكن بايدن قال لا بأس، لا مشكلة لدي، خذوها لما كنت أتذكر أنها موجودة هنا. لكن على العكس ترامب قال لا، لا يمكنكم أن تستعيدوا هذه الصناديق. وعندما ضغطوا عليه أكدوا على أنها ليست ملكا للرئيس، هذه الوثائق هي ملك للشعب الأمريكي. لكن ترامب عارض وقال لا، لن أعيد هذه الصناديق. وعندما أمرته المحكمة بأن يعيد هذه الصناديق قال أنه أعادها، لكنه في الواقع أبقى على بعض منها مخفية، ولا يعرف إلى الآن أحد إن كان قد أبقى أو قدم كل الصناديق. فيبدو أن خمسة كراسات وملفات كبرى بقيت فارغة في هذه الصناديق، ولا نعرف أين ذهبت الوثائق. لذلك قضية بايدن أقل خطورة من قضية ترامب الذي تمنع عن تقديم الوثائق، ويبدو أنه لم ينطق بالحقيقة الكاملة. فيما بايدن قال بكل بساطة: نعم، هذه بعض الوثائق لم أعرف أنه ما كان يجدر بي أن أحتفظ بها، وربما الموظفين العاملين معي قد وضعوها في مرآبي، ويمكنكم أن تأخذوها متى تشاؤون. طيب، لكن سيد غريغ، في نقطة أنهم أخفوا، نتحدث عن الديمقراطيين طبعا، أنهم أخفوا هذا الموضوع. اليوم الوسائل الإعلام هي من فضحت هذا الموضوع، أخفوه لأنه كان في الانتخابات الأخيرة، وهذا أيضا يعني استغلال.
Oh, absolutely. The Democrats are not. نعم بالطبع أنا لا أحاول أن أصور الديمقراطيين على أنهم ملائكة، لا أتحدث عن ملائكة من الديمقراطيين وشياطين من الجمهوريين، الأمر ليس بسيطا إلى هذا الحد. لا بالطبع قام الديمقراطيين بإخفاء عثورهم على هذه الوثائق وتعمدوا الكشف عن ذلك إلى ما بعد الانتخابات نصف المرحلية في نوفمبر تشرين الثاني، وبالطبع هي خديعة سياسية ولا يفترض بهم أن يقوموا بذلك، لا ندافع عنهم، فما قاموا به كان خطأ. طيب رغم أنه هي ليست تشبه إلى حد ما قضية ترامب بالكثير من الأمور، يعني يكفي أنه نعرف أنه كان في بعض الوثائق كانت مختلطة مع وثائق تعود لدفن ابنه لبايدن، إلى أي مدى عند أوراق قوة أو عندهم أوراق قوة الجمهوريون لاستغلال أو الاستثمار بهذا الموضوع؟ صراحة لا أعتقد أن المواطن العادي يكترث لأمر هذه الأخبار. كنا أتحدث عن وثائق ترامب أو وثائق بايدن. معظم الأمريكيين ما يشغلهم حاليا هو ارتفاع أسعار الوقود وكذلك معدلات التضخم فضلا عن الحرب الأوكرانية. مشاكلنا على المستوى الداخلي أكبر بكثير من هذه الألعاب التي تتعلق بالوثائق من هذا الطرف أم ذاك. هذا يرتبط أكثر بالألعاب الداخلية في أروقة واشنطن. الديمقراطيون سينعتون الجمهوريين بالمجرمين، والجمهوريون يقولون بايدن قد أقدم على الفعل نفسه، لكن لن يكون لهذه القصص أي أثر على المدى الطويل ولا حتى على الانتخابات الرئاسية. لا ربما إلى حد ما، فذلك من شأنه أن يعلم الجميع بأن كل أهل السياسة هم سواسية، وهذه مشكلة بالنسبة للديمقراطيين. فعندما لا يهتم الناس بأمر الانتخابات ينخفض معدل المشاركة والأمر يرتد سلبا على الديمقراطيين. بالتالي هذه الواقعة بالطبع لن تكون خبرا سارا بالنسبة إلى بايدن. بالطبع من السيء أن يختلط الأمر بين قصته وقصة ترامب في عقل المواطن العادي، لكن على المدى البعيد لن يحدث الأمر هذا الفارق الكبير، وليس من المهم بالنسبة للناس من يمتلك الوثائق سرية أم لا. نعم، لكن ربما حين يكشف مضمون هذه الوثائق يكون في كلام آخر. ابقى معنا سيد غريغ. جدل سياسي حاد حول تعامل المسؤولين المنتخبين مع الملفات الحكومية تطور عام 2016، حين ذاك جعل دونالد ترامب من التحقيق في بريد هيلاري كلينتون عنوانا رئيسيا في حملاته الانتخابية، لتفتح لاحقا ملفات كبرى بدءا من وثائقه إلى ما كشف وقد يكشف حول بايدن. فما الذي يعرف حتى الآن؟ مجموعة أولى من الوثائق السرية وجدت هنا في ثاني من تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، أي قبل أسبوع من الانتخابات النصفية. عثر عليها أحد المحامين أثناء تفريغه محتوى خزانة مقفلة في مركز استخدمه بايدن بعد ولاية باراك أوباما عددها 10. القضية ظلت بعيدة عن الأضواء إلى أن كشفت عنها وسائل إعلامية أخيرا. لاحقا في 20 من الشهر الماضي عثر على مجموعة أخرى من الوثائق في مرآب منزل الرئيس وعلى وثيقة في غرفة ملاصقة، جرى ذلك خلال عمليات بحث قام بها محاموه لمنزليه في ديلاور انتهت الأربعاء. محتوى الوثائق لم يكشف بعد، لكن وسائل إعلام أمريكية تقول إن أكثرها سرية يحتوي على مواد متعلقة بدول أجنبية. مع ذلك هناك فروق رئيسية بين مراجعة وزارة العدل لوثائق بايدن والتحقيق الجنائي المستمر في تعامل ترامب مع الوثائق السرية. الفرق الأول على مستوى حجمها، فعدد الوثائق السرية التي استعادها الـ FBI من مقر ترامب الخاص في فلوريدا يقارب 300. إلى ذلك فإن وثائق بايدن أعيدت سريعا وطوعا إلى عهدة الحكومة وفق محاميه، بينما يحقق المدعون فيما إذا كان ترامب أو غيره قد أعاقوا جهود الحكومة لاستعادة الأوراق السرية. كما أن المحققين يبحثون في تهم محتملة تتعلق بعرقلة سير العدالة أو إتلاف السجلات وإساءة التعامل مع أسرار الحكومة. لم يتم توجيه مثل هذا الادعاء في قضية بايدن، علما بأن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى. أعود إليك سيد غريغ، إذا ما يعني عرف مضمون هذه الملفات، يقال أنها عن أوكرانيا وإيران وأيضا حتى بريطانيا، لكن ما زال مضمون الوثائق اللي عثر عليها في المرآب غير معروف. هذه وثائق
المكتب. إذا ما كانت يعني فيها ما هو سري للغاية، هل ممكن أن يغير من مسار القضية ويكون له بالتالي تأثير؟ نعم بالطبع، لا نعرف بعد ما تحتوي هذه الوثائق. أقل هو الانطباع الذي تسرب لنا بشأن وثائق بايدن هو أنها لم تكن بالوثائق الهامة. تذكروا الفارق كبير، بايدن قال حسنا وجدنا بعض الوثائق، ها هي أمامكم خذوها، لكن ترامب قال لا لن نقدم لكم الوثائق وهي أساسا غير موجودة، وحتى لو كانت موجودة لن نعطيكم الوثائق، وبالتالي انطلقت حرب كاملة بعد ذلك. لا يمكن لأحد أن يسرق ممتلكات الحكومة. وكذلك نتساءل لماذا كان منشغلا جدا حول هذه الوثائق ولم يرغب بإعادتها، فإن كانت تتعلق بأوكرانيا هذا أمر خطر للغاية. تذكروا أننا عرفنا جلسات استماع تتعلق بمسألة عزل ترامب، وذلك لأنه كان يحاول أن يضغط على الرئيس الأوكراني زيلينسكي لإطلاق تحقيق بشأن بايدن، وذلك بهدف الحق الضرري بناده في الانتخابات جو بايدن. وكنا مسرورين لأن الرئيس زيلينسكي لم يخضع لهذه الضغوط التي فرضها الرئيس ترامب عليه سابقا، لكن إن تبين أن هذه الوثائق في الواقع تتضمن أدلة دامغة على ضلوعه فيما حدث في أوكرانيا، ذلك سيكشف على الكثير من المخاطر وقد يقضي على فرص ترامب كمرشح رئاسي. أتحدث عن الوثائق الآن سيد غريغ، وثائق بايدن اللي لم تكشف لكن يقال أنها عن إيران وأوكرانيا وأيضا بريطانيا، أيضا ممكن أن يكون لها تأثير مباشر إذا ما فضح أمر سري للغاية فيها على موضوع إن كان الحملات إن حتى مصير الديمقراطيين مصير بايدن وأيضا وضعه على صعيد الرئاسة ولايته الآن. Well, I think that if it does turn out that there are documents that he was في حال تبين أنه قد احتفظ بوثائق تتعلق بابنه هانتر بايدن وما كان له من أنشطة في أوكرانيا، لا شك في أن ذلك سيحمل الكثير من المشاكل بالنسبة إلى بايدن، لكن من الصعب جدا أن نعرف ما ستحمله الأيام، فهذه الوثائق تبقى سرية، لكن آمل أن يقوم المدعي الخاص بتوصيفها بشكل مفصل. لكن صحيح، كنا أتحدث عن قضية ترامب أو قضية بايدن، إن كانت هذه الوثائق تتضمن وثائق ومعلومات حاسمة بشأن قضية هانتر ابنه وضلوعه في الأنشطة المختلفة في أوكرانيا، ذلك سيرتد بشكل خطر على أي منهما. إذن الأمر يتعلق بوثائق تطال هانتر بايدن في حالة ترامب أو بايدن، وهذا سيشكل مشكلة حاسمة بالنسبة إلى أي من المرشحين. يعني لو لم يكن هناك أي تأثير لما كانوا أخفوا الموضوع حين تم الكشف عن هذه الوثائق. طبعا أتحدث لبايدن لأنه أخفوها أيام الانتخابات النصفية، وهذا دليل على أنه في شيء سري جدا يجب إخفاؤه. يعني إن كان لها تأثير على الانتخابات النصفية بطبيعة الحال هي شيء له تأثير كبير على أي يعني ملف آخر. I don't think so. In the case of Trump, he resisted turning over the documents. لا أعتقد ذلك. في حالة ترامب تمنع عن تقديم الوثائق، لكن ترامب رجل غريب وربما قال بكل بساطة لن أنصاع لأمر الحكومة، ولذلك تمنعه قد لا يحمل الشيء الخطير. لكن في حالة جو بايدن لابد وأن نفهم أنه أمر عملني، ترتيب عملني، قام بإخراج الكثير من الصناديق من مجمع إقامته الرئاسي ووضع بعض الصناديق في مرآبه، ولا أعتقد أن ذلك يحمل أي إشكالية بالنسبة إليه. الإشكالية الحقيقية تكمن في تمنع ترامب، لماذا تمنع عن تقديم الصناديق وحتى اليوم يبدو أن بعض الوثائق لا زالت غائبة عن صناديق ترامب، وبالتالي نعرف أن ترامب منشغل جدا حيال موضوع المال. لابد وأن نرى إن كان قد أقدم على بيع بعض هذه الصناديق، هل أراد أن يحصل على غنيمة من ورائها، وهذا ما يجدر بنا أن نحقق فيه، وبرأيي هذا سؤال جدي جدا. لكن نظرا لأننا لا نعرف ما تحمله هذه الوثائق من الصعب أن نتكهن ما هي أهميتها، وحتى الآن لن يكون لها أثر كبير على الحياة السياسية الأمريكية. الأمر يتعلق أكثر بالإرهاصات التي
مخض عن الحياة السياسية في واشنطن، لكن تبين أنها تحمل وثائق خطرة بشأن قضية هانتر بايدن، سيؤثر الأمر في حظوظ المرشحين. طيب، واضح مما يعني شهدته الانتخابات الأخيرة أنه حتى موضوع ترامب، وثائق ترامب نفسها لم تؤثر بالرأي العام، يعني انطلاقا من الأرقام التي جاءت في الانتخابات والنتيجة التي جاءت في الانتخابات النصفية. No, even though obviously I think the Republicans worried that it was going to hurt them. صحيح، وحتى إن كان الجمهوريون قد خافوا أن تضر بهم هذه الصناديق، فيبدو أن الأيام قد أضرت بهم على كل حال من الأحوال، وقد كان أداؤهم متواضعا ولم يحققوا الفوز الذي يذكر في هذه الانتخابات. لم يتمكن الجمهوريون من كسب أي نقاط من قضية صناديق ترامب، والديمقراطيون لم يحققوا الكثير من وراء ذلك، بل تمحورت هذه الانتخابات حول قضايا داخلية، والسباق الأساسي كان في جورجيا. كنت متواجدا في جورجيا، وهو السباق الأول الذي يطال مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد لكم أن لا ناخب في جورجيا كان سيصوت للجمهوريين أو الديمقراطيين قد تحدث عن وثائق ترامب. الأمر لم يخطر في بال أحد، ولا حتى وثائق بايدن التي عرف بشأنها خلال الأيام الأخيرة والتصفيات النهائية إنجاز التعبير في هذه الانتخابات. فيبدو الناس لا يهمهم هذه الأخبار، بل تهمهم الشؤون التي تطال حياتهم وسبل معيشتهم ووظائفهم. وبالطبع في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد جدال واسع حول المدارس وحول التاريخ وحقوق الانتخابات، لكن بالنسبة إلى الوثائق الموجودة في قبو أحدهم لا يكترث أحد لذلك. كل الشكر لك سيد غريغ بالاست، الكاتب والصحفي الاستقصائي، كنت معنا من كاليفورنيا. مشهد اليوم: رقص متناغم لطيور الزرزور فوق بحيرة أوروكلين القبرصية، أعداد كبيرة منها وصلت إلى هنا لتمضي فصل الشتاء أو لتمضي فصل الشتاء. يوميا تخرج هذه الطيور عند شروق الشمس وتتجه إلى البحيرات في أسراب صغيرة، ومع الغروب تحلق في الأجواء برسوم مذهلة قبل أن تعود إلى مآويها للاستراحة. وفود من الزوار تنتظر يوميا هذا المشهد، لكن الشرط المفروض عليهم هو عدم إزعاج الطيور، فتشكيلاتها لها طبيعة دفاعية تحميها من أي هجوم. روائع الموسيقى السيمفونية العالمية في قلب الجزائر، مقطوعات كلاسيكية لكبار الموسيقيين عزفتها الأوركسترا السيمفونية الجزائرية تحت قيادة لطفي السعيدي، فأي مكانة لها أو لهذا الفن في نفوس الجمهور ولا سيما الشباب منه؟ كيف يبقى حيا في مجتمعاتنا العربية؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفنا قائد الفرقة السيمفونية الجزائرية المايسترو لطفي سعيدي. مايسترو، أهلا وسهلا بك معنا، لكن بداية نتعرف على أجواء هذا العمل الفني الضخم ونعود. لم تفقد الموسيقى الكلاسيكية جمهورها في الجزائر رغم الزحف الموسيقي الغربي الحديث وامتزاجه بالمؤثرات المختلفة المستحدثة. اهتمام من شريحة الشباب يدحض مزاعم كانت تقول باندثار الموسيقى الكلاسيكية من قائمة الذوق العام لدى المستمع الجزائري. الموسيقى السيمفونية هي الموسيقى الكلاسيكية، وبصفة عامة هي مطلوبة بكثرة في الجزائر. الجمهور يأتي ويحب عزفنا، يتفاعل معنا، وهو محتاج إلى الموسيقى. أنا متأكدة وبأسف أنه لا يوجد الكثير من الحفلات في المدة الأخيرة، لا أدري هل بسبب نقص الوسائل أو الإمكانات. لم تفقد الموسيقى السيمفونية بريقها، وها هي تقاوم الاندثار بإبداعات أنامل فرقة أوركسترا الوطنية لأوبرا الجزائر، مبدعون متمسكون بتقاسيم الوتر، وآلات أخرى تهذب النفوس وتزرع المحبة.
الموسيقى الكلاسيكية مازالت عندها مكانة، ولا المكانة تاعها تسترجع فيها بالمقارنة مع الموسيقى الاستهلاكية. يعني أنا ما نتكلمش على الطبوع الكلاسيكية الجزائرية التراثية الأخرى، نشوف يعني نلمسوا اهتمام من خلال تفاعل مجموعة الشباب العام اللي ولا يهتم بالموسيقى الكلاسيكية، سواء الأوبرا وكل ما هو أوروبي أو جزائري. طلبوا من السلطات أنهم يمنحونا فرص هكذا توجور، يعني في شهر دو فوا ولا اوموا ماكسيموم هكذا دو فوا في شهر، ولا يديروا دي سبيكتاكل يحيوها يخلوها تبان نعرفوا بها. دون شعور تلقى نفسك متعطشه لسماع هذا النوع من الموسيقى، يعني حتى ولو كان عندك اختيار يحطوا لك كذا من اختيار، بدون شعور نفسك راح تميل لهذا النوع. مايسترو، من جديد أرحب بك معنا. يعني رغم قلة الحفلات لهذا النوع من الموسيقى، إلا أنه تبقى الهيبة للموسيقى الكلاسيكية، لكن لماذا عدد حفلات قليل؟ وهذا ما أثر بطبيعة الحال على عدد يعني من يستهون هذا النوع من الموسيقى، وصار في اتجاه أكثر للموسيقى الاستهلاكية كما كنا نستمع في التقرير. مساء الخير ونشكركم على الاستضافة. يعني قلة الحفلات هذا راجع يعني بسبب الكورونا، يعني لما جت الكورونا في العامين اللي فاتوا يعني كان يعني جميع العالم يعني كان متضرر بهذا الوباء، والحمد لله الآن يعني الدولة الجزائرية وحتى وزارة الثقافة واللي على رأسها السيدة الوزيرة الدكتورة سويرة مولوجي واقفة على قدم وساق من أجل إحياء وترسيخ هذه الموسيقى السيمفونية اللي كانت يعني الشعب الجزائري كامل، يعني كل الشعب الجزائري يعرفها وعندها يعني الناس اللي يحبوها. وهذا يعني في السنة الجديدة بدأنا يعني الحفل الأول اللي كان يعني 100% سيمفوني، واللي كان الجمهور اللي كان متعطش يعني أنه يسمعها، والحمد لله كان الحفل في القمة. طيب، كل الدول عادت لتنتعش بعد الجائحة وكلها أقامت مهرجانات وحفلات، لكن لم يعني يتم اللجوء إلى الموسيقى الكلاسيكية تحديدا. كان في نوع محدد ومعين يعني بكل الدول اللي كانت تستعيد عافيتها بعد الجائحة، جائحة كورونا. هل مكلف يعني حفل مختص بالموسيقى الكلاسيكية؟ بماذا تختلف عن باقي أنواع الموسيقى، إن كان لناحية من يستهويها أم لناحية تكلفتها أو من يؤدون هذا النوع من الموسيقى؟ صح، هي الأوركسترا السيمفونية يعني هي مكلفة كثير، يعني لما نشوف يعني 60 موسيقي على الخشبة يعني هذا أمر صعب، أنك يكون كل يأخذ يعني الأجور، يعني هذا أمر صعب. ولكن الحمد لله أنا كما قلت لك يعني الوزارة راهي اتخذت سياسة أخرى من أجل إنعاش هذا الطبع الموسيقي، وكان يعني احنا كان لنا الافتتاح للمهرجان الثقافي الدولي طبعا 12 للموسيقى السيمفونية، واللي كان يوم 15 اكتوبر اللي فات، وكان فيه يعني 14 دوله اوروبيه واسيويه وافريقيه اللي كانت شاركت في هذا المهرجان. وكان لي الشرف للمره الثانيه اني نقود يعني افتتاح هذه الطبعه، مع وكانت ضيف شرف يعني المانيا، واللي كان معايا المايسترو فيرنر ادهارت اللي كان عندنا يعني عمل مشترك ما بين القائد الأوركسترا الألماني ومعي أنايا. والحمد لله يعني الحفل كان في المنتهى وفي منتهى الروعة، وحتى يعني الجمهور يعني كانت يعني القاعة في جميع الأيام، يعني 5 أيام اللي كانت القاعة مكتظة لآخرها، ونال يعني نال يعني إعجاب الجمهور. وهذا أيضا بعد عامين من يعني كان متوقف هذا المهرجان، والحمد لله الآن يعني دولتنا والوزارة واللي على رأسها الدكتورة سوري مولوجي يعني واقفة على قدم وساق من أجل يعني تجديد هذا أو إرساخ هذا الطبع
الموسيقي. لماذا هذا النوع تحديدا من الموسيقى؟ ماذا يعني يخبئ في داخله؟ لماذا لم يتم اللجوء إلى حفلات استهلاكية كما يتم في العديد من البلدان اللي استعادت عافيتها؟ ما سر هذه الموسيقى تحديدا وتسعى الجزائر بالتالي للحفاظ عليه؟ الجمهور الجزائري يعني هو يذوق جميع الأنواع الموسيقية الأوروبية العربية الجزائرية. يعني الجمهور الجزائري يعني عنده أذن موسيقية يعني روعة في 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 قمة الروعة. بكل شرائح العمرية، يعني كل فئة ولها، لكل شرائح العمرية أكيد، لأنه لما تشوف يعني 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 إنسان في عمره 74 سنة يسمع موسيقى الراي أو يستمع إلى الموسيقى الأندلسية، ولا لأنه ما يخفلكش أنه التراث الجزائري يعني متنوع، وعندنا يعني كانت عندنا يعني 58 ولاية، كل ولاية عندها الموسيقى الخاصة بها والطبع الخاص بها، يعني وجميع المستويات يعني يسمعوا الموسيقى السيمفونية ويسمعوا التراث الموسيقي الجزائري. ولكل لعلمك أنه حتى الجمهور الجزائري ولا يعرف الموسيقى ويسمع ويتذوق الموسيقى السيمفونية، هذا ما جاش من عدم، لأنه كانوا مسؤولين من قبل اللي كانوا واقفين على الأوركسترا السيمفونية الوطنية اللي كانت من قبل، وجنا وصلنا، انا كنت كموسيقي في هذاك الوقت، جنا وصلنا يعني جميع الولايات الجزائريه اللي كانت في هذاك الوقت، في انذاك كانت 48 ولايه، ولم تشمل الا يعني المركز، يعني الجزائر العاصمه. احنا يعني كانت سياسه انه جميع الولايات لهم الحق انه يتعرفوا على الموسيقى السيمفونيه، وهذا بفضل الله وبفضل يعني سياسه الدوله والحمد لله. بشكل سريع، هل يعني هذا الحب لهذه الموسيقى هو فقط تتميز به الجزائر؟ أتحدث معك الآن كمايسترو قائد فرقة سيمفونية جزائرية، أتحدث عن كل الدول العربية، الجزائر تختلف بهذا الموضوع عن باقي الدول العربية؟ يعني أنا مش يعني متأكد كتير، ولكن حتى يعني البلدان الأخرى المجاورة يعني عندهم أوركسترا سيمفونية، وهم أيضا عندهم البرنامج الخاص بهم. وأنا أظن أنه حتى الجمهور يعني للبلدان الأخرى عندهم جمهور الخاص بالموسيقى السيمفونية، وليس الموسيقى يعني التجارية أو الأنواع الموسيقية الأخرى. ولكن في الجزائر الحمد لله أنه كاين جمهور يدوق، جمهور يعني كبير، لانه لما تشوف يعني في المهرجان الثقافي الدولي يعني الصاله يعني قاعه الاوبرا يعني عندها 1400 مقعد يعني كلهم يعني محكومين، ويزيدوا كراسي لانه كانوا ناس زادوا الجو، يعني هذا شيء يشرف. وانا اظن انه ان شاء الله يعني في المستقبل راح يكون يعني برنامج كبير متنوع بالاوركسترا السيمفونيه، وهذا ايضا شكرا. الاراده للمديره العامه لدى الاوبرا بوعلم بسايح، اللي عندها اراده قويه ودعم في الشباب، وحبت يعني انه ترسخ الموسيقى السيمفونيه وحتى في المجال الكوريغرافي انه تقدم يعني كل ما تستطيع لترسيخ هذه الثقافات. السيد لطفي سعيدي، مايسترو وقائد فرقه سيمفونيه جزائريه، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا بنفس التوقيت، شكرا دائما لطيب المتابعة، إلى اللقاء.